صباح الخير مشاهدينا، موجز لأهم وآخر الأخبار بدايته بالعناوين. اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا توافق على زيادة نسبة الإشغال في الفنادق والمطاعم إلى 70%. العراق يعلن استهداف 45 برجا للطاقة من قبل التنظيمات الإرهابية خلال الأيام الماضية. جونسون يكشف اليوم خططه لرفع آخر القيود الصحية في بريطانيا. أهلا بكم. وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا على زيادة نسبة الإشغال في الفنادق السياحية والمطاعم والكافيهات وكذلك السينمات والمسارح بطاقة استيعابية تصل ل 70%. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، وعرضت وزيرة الصحة مستجدات موقف تصنيع اللقاحات، مشيرة إلى أنه تم البدء في إنتاج 1,000,000 جرعة. يتم حاليا إجراء اختبارات المقارنة واختبارات الجهة الرقابية وهيئة الدواء وغيرها من الاختبارات لتتم بعدها خطوات الإنتاج الموسع. يزور وزير الخارجية سامح شكري نيويورك في إطار التحضير للجلسة المقرر عقدها لمجلس الأمن الدولي حول قضية سد النهضة الإثيوبي، والتي تعقد بناء على طلب كل من مصر والسودان. هذا ومن المقرر أيضا أن يعقد شكري خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المكثفة بعدد من نظرائه الوزراء والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمجلس الأمن والمسؤولين بالأمم المتحدة، ذلك لإعادة التأكيد على الموقف المصري الثابت تجاه قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية. قال المتحدث باسم العمليات المشتركة العراقية تحسين الخفاجي، قال إن تنظيمات إرهابية استهدفت نحو 45 برجا للطاقة حتى السبت. هذا وأضاف الخفاجي أن التنظيمات الإرهابية تستخدم هذا النوع من العمليات لخلق فوضى أمنية، وأشار إلى وجود قوات مشتركة من الجيش والشرطة لتأمين خطوط نقل الطاقة. كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه سيعلن اليوم خطط رفع آخر القيود الصحية في البلاد اعتبارا من 19 من يوليو. هذا وقال جونسون أن الإجراءات الجديدة ستستعيد للمواطنين حريتهم، مشددا على أن الجائحة لم تنتهي وأنه سيتعين على السكان تعلم التعايش مع هذا الفيروس. كان مقررا رفع تلك القيود في 21 من يونيو الماضي، غير أن هذا الموعد أرجئ شهرا بسبب انتشار متحور دلتا. قالت اللجنة العلمية لمجابهة كورونا في تونس إن الحالة الوبائية صعبة جدا ولم تشهدها البلاد منذ بدء الجائحة في مارس من العام الماضي. كشفت أن نسبة إيجابية التحاليل مرتفعة وتتراوح بين 30 و50% بمختلف جهات البلاد، داعية جميع المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، وخاصة ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتفادي التجمعات. جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الدعوة إلى معالجة القضايا المتعلقة بملف الذاكرة الوطنية. هذا وشدد على أن الجزائر لن تتنازل عن حقوقها المترتبة عما لحقها من مآس فظيعة على يد الاستعمار الفرنسي. هذا وتعهد تبون في كلمته بمواصلة محاربة الفساد والتحايل والعمل على تعزيز الحياة العامة للمواطنين وتشجيع الاستثمار وخلق الثروة.
فازت ماري لوبان بولاية رابعة على رأس حزبها التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا في نتيجة متوقعة، وحازت زعيمة التجمع الوطني منذ عام 2011 على أكثر من 98% من أصوات المنتسبين في اقتراع كانت مرشحته الوحيدة، واختير جوردن بارديلا الشخصية الثانية في الحزب نائبا أولا للرئيس. لمزيد من الأخبار يمكنكم دائما متابعة موقعنا على الإنترنت actionnews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب.